دكتوره زينب سامي، منسق حياه كريمه بالغربيه، معانا على التليفون. مساء الخير دكتوره. مساء الخير يا فندم، عليك وعلى مشاهدينك الكرام. زي ما الخبر جميل والقوافل الغذائيه وانها تبدا قبل رمضان كمان بفتره كافيه، دي حاجه جميله. يعني ما استنيناش لرمضان ولا قلنا دي كرتونه رمضان، لا دي مواد غذائيه. واشرحي لنا بس التوقيت اختيار المحافظه، وخليني كمان بعدها اسالك عن طريقه وصول الكرتونه مثلا لمستحقيها. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان مؤسسه حياه كريمه لها دور مجتمعي تجاه المواطنين الاكثر احتياجا في كرة مصر، وطبعا احنا لنا شراكات مع جهات مختلفه، فقد اطلقت المؤسسه بالتعاون مع شركه صافي قافله غذائيه عباره عن 200,000 صندوق مواد غذائيه علشان نقدر ان احنا نوزعهم على اهالينا المستحقين في كرة محافظه الغربيه، والتوزيع ده كان على حسب عدد السكان ونسب معدلات الفقر. محافظة الغربية عندنا تعداد سكانها أكثر من 5 مليون نسمة، وفيها حوالي 8 مراكز اللي هم سمنود وقصور وبسيون والسنطة وكفر الزيات وطنطا والمحلة الكوبري. كان عندنا مثلا في مركز زفت، احنا مركز مدينة زفت في عندنا 54 قرية، قدرنا كان نصيبها حوالي 24,000 صندوق. مركز مدينة سمنود فيهم 21 قرية، كان نصيبهم حوالي 16,000 صندوق. مركز ومدينة قطور كان معانا فيهم 30 قرية، نصيبهم 12,000 صندوق. طيب أنا عايزة أسأل حضرتك الدكتورة زينب أكتر من الأرقام، إحنا متأكدين أن العدد كافي ووافي، لكن أنا سؤالي تحديدا إزاي بيتم التنسيق واختيار الأسر وتوصيل المواد الغذائية للأسر المستحقة فعلا؟ حضرتكم كلكم عارفين أن العامل أطلق اللي هو عامل المجتمع المدني، فاحنا بالشراكة مع الاتحاد الإقليمي بمحافظة الغربية قدرنا إن احنا نوصل لكل الجمعيات التابعة للاتحاد اللي هي الجمعيات الموثوق فيها علشان نقدر نوصل لأهالينا المستحقين داخل كل القرى، لأن حضرتك عارفة إن كل الجمعيات بتبقى هي أدرى بأهاليها المستحقة داخل كل القرى. وطبعا احنا كمان معانا متطوعين منتشرين في كل المراكز وفي كل القرى، فبرضه المتطوعين بتوعنا كنا بنقدر نوصل لأهالينا بسهولة ويسر، وكمان كنا بنقدر إن احنا نحدد أماكنهم فين ونبتدي نشوف الصندوق المواد الغذائية نبتدي نوصله لحد عندهم لحد بيتهم. ايوه، ما هي دي الجمله اللي انا عايز اسمعها. يعني المنظر اللطيف اللي احنا شايفينه ان الحاجات وهي نازله من العربيه دي، لا احنا مش موقفين الناس بنوزع الحاجات في الشارع، هي بتوصل من خلال المندوبين للباب، صح؟ للباب يا فندم. انا بشكرك لانه دي حاجه تطمن وحاجه لائقه وكريمه تماما زي مبادره حياه كريمه. هسألك كمان يا دكتورة زينب عن شهر رمضان، وهل في بالتأكيد في خطة لشهر رمضان واستعدادات خاصة، هل بدأ التفكير فيها والتخطيط ليها دلوقتي؟ هو بداية الاستعداد لشهر رمضان كان من بدايته القافلة الغذائية اللي احنا بنعمل لها بنطلقها دلوقتي. القافلة طبعا فيها كافة أنواع المواد الغذائية، الكرتون عبارة عن 12 كيلو فيها تمر وفيها سكر وفيها زيت وفيها سمن، فيها معظم من الحاجات اللي اهالينا بيحتاجوها في شهر رمضان. وطبعا دي اهالينا شويه في ظل ارتفاع وغلاء الاسعار اللي بنشهده الايام دي علشان يقدر يدخلوا شهر رمضان المبارك اعده الله علينا جميعا باليمن والبركات، وهم شويه الدنيا بالنسبه لهم بسيطه او ان احنا نقدر نساعد بحاجه معاه. بنفكر ان شاء الله نشوف كمان نعمل زي شوادر نقدم فيها سلع غذائيه باسعار رمزيه واسعار مدعمه ومخفضه في الاماكن اللي هي فيها اهالينا المستحقين علشان برضو نقدر نساعد معاهم ان احنا نتغلب على الازمه دي وان احنا ان شاء الله نقضي شهر رمضان ونتمتع بالروحانيات اللي هي فيه بعيدا عن اننا نكون حاسين ان في ضغوط اقتصاديه بتؤرق المواطن. أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية.